ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم البعث، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، الأخوة الكرام، آيات الله في الأرض كثيرة، سيدي رب العالمين أصطاس العلامات بأنه التاغي خرقن الملكة، وهذا شن حاجث يعني شن يشنقن شتيقي مار من ولا من خلق الله تبارك وتعالى ومن آياته. ومن ذا نقاش صغرني قارنا قال الملكة والكون وزيث مواث أرجنا على حسب من ولا نشين غاسبة بالنفس يخرقيث وات يخرق شبط روها نغيتيران نغيخرق يثير هدى يس نغقى يتمتع ذا يس نغيستمتع نغيش قيس شزيد دجا. لا، إنما يخرقيث بالحق. ما خلق الله السماء خلق الله السماوات والأرض أو خلق الله السماء وما خلق السماء والأرض إلا بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. الآيات هنا موجود عند القرآن بأنه من يخرق سيدي رب العالمين يخرقيث سر حق. ما معنى سر حق؟ يخرقيث باش يري غاز الغارة النص أثي وفا هذه السار باسم. ولهذا إني ذا يسيد مرة مش توحسبا توحسبا باسم غان سيدة رب العالمين، سواء دي وذانا من الشين نغذ الحيوانات نغذ النبات نغذ الجماد، وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا، لقد عدهم وأحصى لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم، الله تبارك وتعالى يحسب كل شيء والذي يزرع والذي يجدي، أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء في كتاب مبين، ويجزي منه ويحسب مولانا تبارك وتعالى. ولكن من سيدي ربي غاس اسمه نطاس سبحانه وتعالى، اسمه النس كثيرة لا يحصيها أحد عددا، إلا أن الله تبارك وتعالى استحنا نخدم كثير من أسمائه واستأثر بآخرين أو بأسماء أخرى يجيث نغاس مولانا تبارك وتعالى. كذلك الصفات مولانا جل في علاه وعز وجل انهار من إن شاء الله أن تسيو خيش الصفة من صفات الله تبارك وتعالى قد غانوه بفوس من دعنا، وهي القرآن العظيم. القرآن الكريم أور سيدة ربي سيور زي سنتا، ولكن أورني السيور وردي سقمو ما من الشين زي سيرس زي استغماس، سبحان ربي ليس كمثله شيء، أقمو متغماس يهرس غان غير جا وشان خنتا. أما انتا وانشن قاوة ذوار النس، وهي صفة من صفاته. ياك إيوا أمي خسي السيور سيدة ربي في القرآن يمجدي ثطاس يمدحي ثطاس يشكال القرآن العظيم. إن غقع القرآن الكريم كتاب تجن كتاب مبارك مبارك يعني ليس البركة الضم قرنت يومي يني في غير حذان نغي يني في غير زي صغير منا نغي يني زي صغير جن نغي يني زي صغير أي شرعا نغي يني زي صغير حكما نغي يني مجن زي هذا في الآثار مبارك. ثم إن الله تبارك وتعالى قال كتاب هدى، ليس الهدى، ما معنى الهدى؟ يعني شنبرد إيوذا مرة ونغيت نبرد من القرآن العظيم هذا سيني يا ربي هدايا سحنايا بريد بهدي القرآن. من دايس دي القرآن أبريد التار سحنايا لابد الله تبارك وتعالى هذا سيستجن للدنيا نغذي الآخرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال كتاب وخمس نزلو ليس الحق. ما معنى ليس الحق؟ يعني ليس الحق مش واتي وليس تيريبون ظلم ورا ضربات اللي ثموار سواء جاي وذان نرجع وذان المخلوقات النظري مرة نروي عن على حسب القرآن أذير الحق. إذا القرآن الكريم الهدى ليس الحق ليس البركة ثم ليس الخيار مقرن
وهو أنه من ما يقدر القرآن العظيم قد ينرخيا. ما معنى ذي النرخة؟ يعني وذي النبشر أذب النس يدنس القرآن جوان زيس عمّاس وذي سنتيريج من هذا ما ذي زعم هذي خالف الآية القرآن ليس الأمر ليس النهي ليس الوعظ ليس الزجر ليس الوعيد ليس التهديد من ما يقاسي دار بيوار النس من زيس يومن وسمان الخالف هذي جنيج نحاجة كونترا. ولهذا القرآن العظيم ليس رخاء ما قد دير بيت يزدف للإدارة للمسجد للشارع ما نمجى من هذا من يسنى القرآن ألا يستفتي مسرين الهدى مهدي الحق يتجرح الرخاء يتجرخ البركة للعمل مبارك. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ياس الله تبارك وتعالى قرن القرآن هو ويسمى حد أليس يعني شن حجة زغاس شن فكرة زغاس نغشن الآية نغشن حرف نغشن الكلمة يعني ذي القرآن هو يسمى يمدد غي أفغعون مرة جنون بذي وذي ويقصني عونيه باش النسيان يشم ورد القران نغزي السنق الشا وايزم عمص الا الله تبارك وتعالى ان نلقى ولا تحفظ اني وزيت يومين. وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به اي قال القران ولا تحفظ اني وزيت يومين ولا تحفظ ايش المنافق ولا تحفظ ايش الكافر ايش المشرك ايش مش ما يجيش نوعد يومين وذا سيد رب العالمين هذا سيسلم هذا يحفظ القرآن العظيم. نعم ولكن باش ليسي يعني نغزي سنقصشا ويسمى عمص أبدا لأن القرآن العظيم قرن مولانا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مولانا القرآن يسنزليثي ذنبتا على حسب ما مشي خسنتا على حسب مين يوقع عندي ثمواف يوي ينخلي النبي صلى الله عليه وسلم ليشان تسعادين ليشان الظروف الدهشل ما مشي جاء رمي ديموني ذو ورد المصحف في السنة ينزل بالقرآن للآيات على حسب من تبغي توقع عن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة انت يفوال كورا مواد هو انت 10 12 5 6 8 ايش نصات طمز زيان ثلاثة هو يقيم مني وإفاق يورث جيرمون من الحيوانات نغيور أخي زرع ما يقيم من الصحابة شان الطريقة معلق بغن حسين هارير من نذي تغتارين الصحابة ومدي ينزل القرآن التعاذذ خوني غرين زيد طاف وزم ماثغة يحفظ القرآن وزم ماثغة مغا لأن ثيرا زي تغتارين دير وقت النير تغعاد واذوير تنثير النهارة ولذيج النهارة وزم مال أذي غال القرآن استري أرم يتجمع العلماء الصالحون أرمي عذر انتيرا حد يعني يسنتين قذن حد يعذر اسم بحروف حد زينيتنا مذوام أرمي يغضغى الحالة ذي الجنهارة. نعم والقرآن العظيم ديش الصفة نسيدة ربي أخذ جارانا ما ربنا ذم حذار حذاث أسرجع أمن إن ربدا نقارث ما لقد يتدث قذين خاذم قرآن ما ابن ذم ما يقارث يقارث كل يوم يقاس زيس النصيب نرجع لهم قرر مري حذاري يقع شان مشكل الناس الشخص مهان قم مشي الدرس إذا مشي النذي القرآن وخغا جارز طاول يلا ليش من هذا جارز طاول نص يستحكم العقر ما مشي خصي تجيد ولكن الناس نين يا ذاوينو أو جارة المشكل يدن جارة يدكيوم أو دن أن القرآن ذي القاضي انت غي حكمة فأنا تيت إكيش مبريد الحق. كذلك في مغارين ما لا غسشان مشكل يستعصى أسنين أنا حقا القرآن العظيم مش ما يبجى فما رأوا أني غسغي تحاكم أني غسغي غاني غسغي حذاني غسغي صغني غسغي كل شيء ليس البركة ليس الخير ليس الهدى ليس الحق ليس كل شيء. نعم وصفا الله تبارك وتعالى يقارن الخس أقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم ثم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يديوي وهو ليس الحكم يني مزورة
سكينا الغمارة ما مش عايشن الأديان دين نسن ما نقول الأديان هو إن الدين عند الله الإسلام سكينا الأنبياء إن يخصن تحسبيت دي القرآن سكينا كذلك ما مش غير أن حكم الزيس جارنا سكينا الزيس لا خير هذا غير رجل قد جوا غاس من زي يتورن العلماء رجع غياب حكوري الجنس جيم سلمن على حسب الخدمة النس الإيمان نس العمل نس إنما تورنت سل القرآن ما مشي ما مش ديوسا ما مشي تفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما يش ذا تفهم من الصحابة العلماء إيش سين خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم تورن دايس الخفاء يعدو تورن دايس من زي الحكم جارا نغنهارا تورن دايس من غار الجوع تيوشا من غنصار نعم يقرن النبي صلى الله عليه وسلم أقع القرآن العظيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحديث صحيح هذه الكتب يقرن مرة ليس المخيار ذيهم أي أريزن هذه مقارن قلنا إرمذن شوية القرآن غير من مرة القرآن وجم مرة يكتبوا لا تحفظ القرآن ولا حفظ القرآن واجب ولا يمكن لكل واحد إنما القرآن صفة صدى ربي يتشيط رب العالمين ويخصي الصحفة بس المارة لا مسلم واجي لا مسلم هذا لا يقوم وإن يخصي رب العالمين يتسهلس القرآن يحفظه إلا أنه نشين مارة إذن حاضرون المسلمون ذي الدنيا زقومي ذي يخصي ربي غير يوم القيامة وإن إزاي صغير عن شان الآية نغل شان الصورة نغديش الجزء نغديش بارتي زي القرآن وشاي غريت إما جايز ما ذيك المجهودة تفهم أتسفهم يحض النظنيت أذي أبح درجة النير نخيركم أتي أبح مار رازيس يا أبح جن النصيب أربيت قدار الأجر واتشاد العباد إننا قال مخير ذيو وإن ينشي من غانك على أقل مار إذن غسن نصحفظ إذا وإن الفاتحة غسن نصحفظ في سورة غان غيجان نعم ما نفهم ذا سنتشا هذا سنتلين إذا هو النغ نغييني كيف غنسيور نغييني وإذا غديتو قارك يسن المرقى باين ما ابن هذا ميضمع للحديث النبي التوصية النس يقارن قال مخيار ذاهم وإني غرين القرآن يسرم ذي ثيو ذان أي وراوا شينا فريك سيامو ودينا ذي إني غرين يحفظ القرآن ما رواها نعم نهني غاسم درجة نسن حوارين موجه للظاهر موجه يحفظ انا قيس تحفظ قيس صغاره قد المسجد قد جاهم مكان صغاره ولكن ران مشني في الدار ما راح حفظ غير جن الصور تفهم اختي امي ني غير يجي ني غير مغاثينو سي ربي ولا يتكسبوا رجع يمكن يكش رجع يكمل يمكن قل هذا تقدير الله سبحانه وتعالى بيده الامر كله نعم واليه يرجع الامر كله أيوة أمو يقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار ديو ثم إننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي القرآن من ذا نغيقا يقارن غقايج ما لا يفهميش سوات للقرآن وه مرة نبدأ إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن ولا ور النبي صلى الله عليه وسلم قارج غقايج ما لا يورنس يفهم القرآن وفي حفظ شاء وجاب الحفظ دانيته لا ذي الفهم الوعي معناه أنه يفهم من دايز ذي القرآن مرة نيغ يفهم إيج بارتي إيج الجي نيغ يفهم إيج نتسوال نيغ إيج الحكم ذي الأحكام للقرآن نيغ مرة من دايز النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقارن قيج ما لا يفهم القرآن مرة نيغ يفهم ذي قرقب مرة وما يذن يفهم القرآن مرة ثالثا يفهم على قدر الاستطاعة إن الدنيا قد وارد ثم الظروف الإنسان في تمزين مراحل الحياة نص مرة يمكن وهذا سمح لي فهم القرآن مرة نغذي يحفظ مرة نغذي يستوعى مرة إلا أن النبي المصطفى يصدمع نغذي رخاء باش مرة إذا نغذي يا زمس المغارين أنضمع ذي رخارة إذا ما وارد لن غيقى إقارة شاب بيقى يغارس مرة غاسيج معنى القرآن ورنس يفهميت زي جيجن تصوات نغذي جيجن الآية الآيات من مرة قوس من الخيانه ولكن مد غاسج المعنى قاصد ربي ور النساء في السنجم يوم لا يسنجم ور قال يسنجم كوارب اوتوماتي مرا ينجمور ذا يسجن معنى القران قال لابد سيدي رب العالمين ان يسنجم باب النس نقول له
القرآن العظيم ذيج صفة سيدة ربي سيدة ربي مرغاك صفة سلقور واسمى شعد وتوى يزمى ويارت وايت سبحانه وتعالى ليس من عادته ولا من وشن طبيعة الناس انت سيدة ربي اللي عد بي وذان نهني ذي سنتن قتم الخير لأنه النبي المصطفى يقرن الخوايط وعدم إلا يجن وذي سورة تنقيت الزارع في الدفت من الخير هو وانيتا تغير في انتمسي أما ما رأوني ذي جا شوية من الخير لا بد سيدة ربي ذيق الأسباب زيت غي صبر لا بد ذي هي الأسباب زيت غي السياب زيت غي السيزدق أثي السوجد باش ذيري زيت طيبين أخسي كارم أخسي نعم أثي السيدف ذي دار الكرامة وهي الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم ثم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرن غوديقة القرآن يوم القيامة ما مش غيري إن شديس يلقى القرآن يوم القيامة يلقى صاحبه حين ينشق عليه عنه قبره حين ينشق عنه قبره كرجل شاحب فيقول هل تعرفني يقول لا أعرفك يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر وراء تجارته وأنا لك اليوم وراء كل تجارة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرن يوم القيامة وني تغيت هلن ذي القرآن عاود ابن عقبها وورني غاصل مصحف ذي ذادة يبقى القرآن نغي يحفظ زي سربعة الآية نغي سعيز القرآن نغي يحب القرآن نغي سميش النرخوعة غاي يفهم شوين معنى القرآن نغي مش بقى إن شغاز ديس القرآن غالبا ثلاث درجة مزواك مكشي يجن يحفظ القرآن يخدم الزايس ولا مزواك يغاي يطرح المعنى الحديث ولكن نشينا من دور النيغ لابد نشين كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نستكمل هذا يستغمع وخابنا لم يجيج نصيبه إذن جزء هو إيه وذاني بقرانا يحفظن فهمن خدمن إنا نعم إنا قيا وريني هو يجا موجه إلا أنه يأتي نظم أذي يضمع إن شاء الله ونطمع في رحمة الله الواسعة إنا شغاز ديس القرآن خمي خاس غيار زمونظر إنا يندرون النظ يثن في اللعب أنا زمونظر أذي سنقل ميت شخصن في اللعب أخصن في اللعب مش جو في اللعب أمي إذا غيوم أشرع إنه الكارم بنادم وخاص وطس وشار سرد جاغ وطس وشار ما يمي وبش في نحظة زي العدوان أو حذار شان الحيوان شان اللص شان يجند معتدي ماشي يخسر يريد الإنسان يغذي الحيوان ولهذا خصم كارم بنادم إنش يوم القيامة خمينا تكمل الدنيا سيدة رب العالمين يدرون النغاث نيازم ما يكتن بالله عن الشيء أثني عزم أنت أثني عزم منظر أتكال هذه كاكور الجنز الموتى ويتغيم يجنو خسي عزم منظر وهذا مثل ما يغادي ذا مثل أديك إن شخني ونتو غايت هلان ذي القرآن أغاسي راح ون القرآن العظيم لأن سيدة ربي يوم القيامة كور حجف هذا سيكش دات المثل ورد صدقا نجا وخد تحبوش تنتيني وخد حلويت وخد زعفران وخد تغمشيش تنزيشت موشي وجع نيغ تحبوش تموتاي نيغ تكمش نتمجاح مين تخصعنا هذا سيجاب بيدات النس أدس غاب نالم السنين هاقش صدقة النش هاقش رجع النس هاقش مش حالا كيموش نخز يمين زي أور نيغ تسلم أقاكور الجنر يندم يوم القيامة ما يمي غي يندم بركي أخا نغد عاظم العمل نغ كذي سنت الخزام مارضي مسرين نجا أنخزال قطص أنت مسرائيين 90 دمية أسنين يا مش حتوى غاري زيد دقاء مش حتوى غاري تمنضى زيد دقاء ما عليك تغزيز كمي غادي في رجع النس مش حال أنت تهون خاك نهارا رجع النس التفضى مقران يخني بنا ذما يندم هذي ندم مغاسيني مين مواك تغزيز دقاء ولهذا نشي النهارا نحذج الفكرة مين تعنا وهو يخصو ذا نغيص حنيج الفكرة إلا قد دنيا يتاع قادر عزيب وها قان غذاني تتيج ساعتي مش نابع ولو نقارث مش عاد ويعذير ذير مخ ويسجم مليح
يخصدن غيس الجبن إلى قانغ ذن تدريب هو قانغ جيش المعسكر جيش مكوارتر أنت جريس تدريب تدريب خلابه جريس تمارة بالنسي الدار ربخ الحياة لأن نشين وان خرق شيء الدنيا والله ما الدنيا ومن خرق نشين يخرق قانغ سيدة عربية لا خيرها إلا أن الدنيا يخرق قانغ تبيس الدار ربوها خلني الفكرة يا وحر علماء الصالحون المرشدون ينيتي السنن وحر نانثي وذن سراني وذن ولكن يخصو تغي عذر الرقلاج يخصو الرقلاج دي العقل دي المخ باش بنادم هذه كومبورتامنت السلوك الناس دي الحياة على أساس أنه قد دي المعسكر قيد دار ربخ الحياة والحياة قد تسعد دي نجد الحياة ثم أقن غذانيتيت ذي العزيب أقن قتل غارضة بغا ثلاثة موكت ولهذا أنه في مزغورة تغط طباق ثنيشة من ذي تغط طباق لأن شمينا وين أمي 50-60 سنة وها نشمي وابني غبوثة أرجع عيشوها يسنى أبني عيش إن سيجن ذي العهد النبي صالح سيدنا صالح إننا يسقس ملك الموت الناس الأعمار الأمة إنهم شحال الناس 120 سنة يغث دام كنيو الناس 120 وهاي الناس نعم الناس هو إذن شذ بني غقيدون إنو خو حفوار إنو ومن قانا ذي بني يقيدون خوندر ومن 120 سنة 120 سنة شوائد دجنا و 120 مينوت واها إيوا نشي نهار يزيني غانو شي النبي نغزين صلى الله عليه وسلم إنك زي 60-70 60-70 ذا زين 120 تغا تدان ذي العهد الأنبياء السابقين إيوا ما مش غادي تجد وردي خصنا غادي ندار بوشا نسوج ذا نحن أقوح إيوا تبين صاف معلك وذا مارسترين إلى قنغ ذي المعسكر واها إلى قنغ ذي العزيب واها أذي ريش نضرب ما يتيري بو الدرم لأنه يقارس مين غضر مغواني غسوق تسغع ذن تيو الشادو يا غا تجغ قاد هيو الشادو عاد ما تابخوا عنو عينو نشا تجغي حض الميغ ما بوهر يغني وما عم يغني ولكن دعماني قدين قدين يجالي بعد ما يمقصد ان غير عذرين ذن غيري قلر موخ باش تفضوا تيري جارين غبور هم ذيو الشغان مقابر غاسي دار ببير أعوذ بالله نعم نبي المصطفى إننا نخل القرآن هذه راح غابة بالنسخ مخصغة يعز منظر ممش غاس غير راح إنش مش نويش مواع يزورا أخميته غاي مسكيني هريش نغطو غاي خدمني غاي يطيس إنش غاسي راح زورا غاسيني مين تعنيش كسيني ما غاي تسين فسيني الله واش تسين غشاء أسيني ونش للقرآن نش للقرآن نهارا أقو سيغد غاك من ذي شغجغ إن سخاكور تجارة قذير باب النس قواد ديبو التجارة باب النس كور التجارة الناس نش نهارا تجارة نش نشي دنوانس سرعة في النشي تجيب مرة من تحفظ من تذكر من تغرض من تزيد زود ذو بدين يسجي ذاك القرآن ذو المحبة نذا يسجيل ذو طهيل نذا يسجيل أقش نهارا غا خدس نهارا نش إذا يتغيوين مرة الخراس انت ما راني دير الدواس الحفاظة نشي يتغيوين نخلص إن سوى إن كل تاجر وراء تجارته وأنا من وأنا لك من وراء كل تجارة إذا صغير إن خلنا ذي بذاء ذي من غير ذا الخلاص قم شان غاوندر غاوندر قواير إذعان تين من صغير مكشن إن الملائكة ذي وجدن هذا سكشن خيفوس هذا سكشن الملك من الملكية أسفشن الملكية كارت جريز انت موافقة صغيرين صغاث نص دي الجنة هذا أسفشن الملكية سيني ناقش هالملكية همش حقاك غيرين دي الجنة هالجهت دي غذيرين إذي بزر ما من دي صغيرين سيني ناقش الخولود عماسة تمثل غاسيري قارنتي يقفوز ويتمتي إشتن أسفشن الملكية إلى أنت صغاث نص دي الجنة ثقت إشتن غنيت دي سجن كارت جريز متيران الخلود وعماس المكتوى في زار ويتمتي ربدا يعود إن كذا سجن تاج خز الجيل تاج الوقار تاج و باب القرآن أمن ربدا والنيم قران يحفظ المار رئيس يفهم يخدم الزيز مو يتغير قال القرآن مو يقال حديث قف مصحح صحيح في جن العالم كبار علماء المسلمين ترمي نعم إنش الوالدين الناس تقعي مكشسك الشغرة يمكشس الخالع الخلد بيمينه الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار إنش ويكسى والداه كسوتين إنش تاو الوالدين نس هذا سنجاب بيش اثنين واروضا لا تقوم لهما الدنيا
إنش الوالدين صياذن شنو الروض أذفن سنتي ذو الملائكة ذا سنت صياذن الروض النير دنيا كمر نهار ما رسمون تند والله سيدي ما مز ما زيد خمس ذا الروض النير دنيا كمر إذا بس يمس منيت هيلاند القرآن العظيم هذا سيدي إذا بس يمس ما نزلنا دي كامل هدية يا ما نزلنا دي كامل أستيني بأخذ ابنكما بالقرآن ومن مثوم تغثي تهلا ذي القرآن قي كار مكني وزي السيدار بالعالم ثم هذا سنين هو غامش مفغريد ودي رتيل وجويدني قانس اقرأ وخاس الجهد نغ شوي شوي نغس الغلط نغس الصحيح شك غامين تسندوها غال القرآن كامر مي ما تغريد جان الآية تغريد جان الصورة أتقعد ذيش الدرجة مرمي ما تانين آنيد قاناش آنيد مين غاك القرآن فارغيتين مين تحفظه فارغيتين الحمد زيدة زيدة قولوا الله واحد ثاني تاثين تين تين أسنتيني درجة تتساس الكوشي مرمي ما تساس ديش الحرف درجة مرمي ما تساس ديش الصورة نغيش الآية نغ أتقعد الدرجة يوقتها وأولا وجيو يخفي صغارين يغورينوني والله يا أخي متسري بزي النبي صلى الله عليه وسلم مي يقارن غادي قجارة ومجن الصفة من صفات الله العظمى طيلة ديسة ساقك إنه يكرم سيدة رب الزيس يجو كرم ذا مقرن لأنه الصفة النيف وزمة سيدة رب العالمين اللي عد بجن غاس الصفة ولهذا يعني شخص غادي وميني من غاليني ثومة النغي جن مريت هلا يمضي القرآن ويز ما يريك نو حد النيضن واس مو الحق ويز ما يريك نو يجنواس يشقيق على القرآن لا بد يقصدين يرين فرق جايج مميز نغليج نتمغار يعز خاص القرآن يتحب القرآن يكسي القرآن يتروخ لك القرآن ويز ما يريك نو عايز نغني نغيك نو تمغار نغني يقصدين يرين فرق سي غورو سي غورو دين يرين فرق مية دين مية ما ندير فرق ذي الدير تسيدي ذي الدير كمين غذاس الديرث ونيخ يعز القرآن نيغي تحق ماس انت مدير ثمس وحدس ما يميغ غاس القرآن يسلمين دايز يسلمين يتوقي عن سديرف ويتحشى غادي يجموين غادي يقيم ذي القهواني غادي يسهارني غادي منضارني غادي راح يسيورة ورمبطروها غادي يقيم برجع ذي ثلاثة زوال انت يسقاذيني وبيوالو يضس يوكار يوكر ما قاك يشغل تراجع شو ما يروح يلص من أقصى في الله إني ما من تسليت السوف ما نومي تطبنا ما را يوحر يخسرت يوحر يخسرت ما غا لأنه يلص النعمة الوحر أتزين فيه ما را غتزين فيه ذا تصد غاك الحق أنا من الماضي برجع وها خسي قميص قاضي وها لا كاخي أنا جسدي من تسعدين تفعنا دير مرة دير مزوار قومي غتغريفوش التنقام مرة قانت الدير مرة ذي الخيار بالنسبة كذلك النهار سواس انها يجني سن القرآن ودكنا انها يجني سن القرآن ذين الفرق لا القرآن نعم كذلك اول يجني سن القرآن نغشتن سن القرآن ودكنا وورن الحالة العبادة الطاعة الصدقة الإيمان السلوك الأخلاق العهد من تخسل تمصف ذن دايسي وذن على حسب القرآن باب القرآن يكسر رايا الإسلام غسر رايا الإسلام وزمان يريد بارخوم ينغني وزمان يريد المعام ينغني وزمان يريد حاجة النسغة ميدن لا ميدن يدن حاجة النسغاس انت واي تحليش ميدن ونقصنا في كارم أقل السريف دونشت ونواي قصنا في كارم انت واي حليش غاح دواله إلا يولاني في تحلاجة نعم أغاز دسن أسيدي هذا بالقرآن شر شوي زي الخرم قرن غاك يدر أنشين أقشان غاي زراو نتمواث أقشان شر نتمواث فمارا من غار غفزن يخلقسوا شر نتمواث نغصى أسرار ربيع نتمواث نغصي زراو نغصي نغصي معاه من النسوة أما القرآن لا القرآن وايك في زي نتمواث وغاس نتبول على قاك نتمواثني هاي لك وشر لك الربيع لك الحيوان لك الإنسان صفة من صفات الله جل في علاه سبحانه وتعالى ولهذا المسلمون الكرام ماذا يوذان ضحشن وإن يحفظ من القرآن تضحشت من سنتات مميزة ولا تضحشت ماذا يوذان سوار الجهد نغاس نوار برا الحدود باب القرآن لا يسن الحدود موارن ماذا يوذان تصن برا الحدود باب القرآن يسن الحدود يسن ماذا تقصان برا الحدود باب القرآن يسن الحدود تقصان
يعني إنسان من أولي الألباب حازم السن من يخدم أكل القرآن. ولهذا من زمان نكمل سيدنا المنام الظريف الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه، إمام من كبار أئمة المسلمين المذهب بالنسقانس الحنبلي، يعود نتسق مومنس إننا غقيج نهاية سنتا يواجه ربي سبحانه وتعالى، يواجه ربي إنس يا ربي إني غاك تقرب، إني غاك تقرب سعي الزيت تن في تفن الراحة الضار رحمة تفن خيام مرة إنا يمين تجن مين زي غاك تقرب من هذا مضغي يا إتاود غاك إنس من زي غاك تقرب من هذا يا أحمد. وهذا يسقع الغلط وهذا يسقع فلطة ابن المنس واي غدد واي فضدي قاني شان الناس لا يا أحمد ما مش ما يخسر لغا ما مش يخسر لغا ولا إن في النبي صلى الله عليه وسلم واني جانا يسان سيدة ربي قي كارمي الحمد لله احفظت هذه بسنة الطريقة هكذا ربي كارمي والنظنيت لا يحرم وهذا سيدك سيدة ربي برجاء وخي تعتي عبري قال النبي صلى الله عليه وسلم وخي تندريف صحيح يغدد دي القرآن هذه زعف ذي ذا هذه دو ذا هذه صفاغ الحافة كذا ويحفظ ويسين ذي غا الطريقة ولكن رب العالمين إن سقى يسمغ ويسين قبر غزيت ناقص إذا بنغيق القرآن ذي النور إن شاء الله جاء في الطويل دور ناغث نفسه نغذي إلى خير هذا نغيب شعر برجع يكشيث بالنس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.